كبير بأن يؤخذ بعين الاعتبار. خلق هذا الجو من الحميمية الفضاء الخصب اللي نجح التجربة المسوقاوي سواء كان شركة تأتي هذه الحاضنة تعزيزا للنظام البيئي لشركة ناشئة في ولاية ورقلة اللي يشهد ديناميكية كبيرة، والذي أيضا سيتدعم باليوم أعلننا على إنشاء الصندوق ولا الوكالة الجهوية للصندوق الجزائري للشركات الناشئة ISF، وذلك تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للتقرب أكثر من أصحاب المشاريع ومن شركات الناشئة، ما سيعزز حقيقة النظام البيئي للابتكار وللمقاولات على مستوى هذه الولاية، وسيمكننا من مرافقة أفضل لكل هؤلاء الطلبة المبتكرين.